بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. من الشخصيات اللي ارتبط ذكرها واسمها بليله الجمعه الكبيره معلمنا القديس بطرس الرسول. والحقيقه حياه معلمنا القديس بطرس الرسول وعلاقته مع ربنا بتمثل حياه وعلاقه الكتير فينا مع ربنا. بنشوف معلمنا القديس بطرس الرسول بيقرب قوي قوي من ربنا وبيبعد قوي قوي عن ربنا. يقرب قوي لدرجة ان ربنا يقول له طوباك يا سمعان ابن يونا، ويبعد لدرجة ان ربنا يقول له اذهب عني يا شيطان. يبعد لدرجة ان هو يسب ويلعن. يقرب لدرجة ان هو يشهد لربنا يسوع المسيح قدام كل الاسرائيليين واليهود اللي جايين يعيدوا عيد العنصرة ويضم للكنيسة 3000 نفس في يوم ايه، في يوم واحد. وبين البعد والقرب، بين الانكار والتوبة، احب اكلمكم النهاردة عن معلمنا القديس بطرس الرسول. ايه سبب الانكار بتاع معلمنا القديس بطرس الرسول؟ ليه ينكر ربنا يسوع المسيح؟ اما نيجي كده نراجع كده كلام معلمنا القديس بطرس الرسول نلاقي مع احترامنا الكامل ليه الانا، الانا مرة يقول ان شك الجميع انا لا اشك. لو الناس دي كلها شكت انا ما شكش، مرقس 14:29. مرة يقول اني مستعد ان امضي الى السجن والى الموت عشان خاطرك، لوقا 22. مرة يقول اني اضع نفسي عنك، متى 26. الانا والثقة الزايدة بالنفس كانت موجودة عند معلمنا القديس بطرس. ونسي احبائي زي ما بيقولوا كده، نسي نفسه، نفسي نفسه يوم معجزة صيد السمك. طب ما انت كنت معتمد على الانا وعلى خبرتك كده في الصيد وقعدت تصطاد الليل كله، والنتيجة انت اللي قلت لم نصطاد شيء، النتيجة بتاعتك كانت صفر. طيب وما قلت له على كلمتك ألق الشباك كانت النتيجة بتاعتك ايه؟ كانت النتيجة بتاعتك انك اصطاد سمك كتير 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 كتير. اما بنعمل كده زي معلمنا القديس بطرس ونقعد نقول انا 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 وننسى ان احنا من غير ربنا ولا ايه ولا حاجة. نسي نفسه كده في معجزة السير على الماء، اما كان ربنا يسوع المسيح بيمشي على المية، معلمنا القديس بطرس الرسول قال له انا امشي زيك انا اجيلك، قال له تعالى يا بطرس، وفعلا بدأ يمشي على المية طول ما هو باصص ايه لربنا. لكن شوية شك وبدأ يبص شمال ويمين وينزل عينه من عن ربنا، خاف، بدأ يغرق ويصرخ ويقول يا رب نجني. وربنا يسوع المسيح يمد ايده ويمسك ايده كده ويقول له كده ويعاتبه، يا قليل الايمان لماذا لماذا شككت. نسي الكلام ده كله وبص لنفسه ان هو الانسان المميز وان هو الانسان البار في وسط الاباء الرسل الاطهار. ونسي ان قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. واحنا بنخاف يا احباء ان يكون فينا برضه ناس كده. عشان كده احد القديسين قال لا تضع في نفسك انك حكيم فتقع في ايدي اعدائك. دايما الانسان ما بيبص لنفسه ان هو احسن من الناس ويبص للانا والثقة الزايدة بالنفس، نقول خايفين عليه خايفين عليه هيقع، وممكن يوصل لحالة انكار زي ما شفنا معلمنا القديس بطرس. نمرة 2 يا احبائي، سد ودانه عن ايه؟ عن تحذيرات ربنا يسوع المسيح. ليه كتير؟ ده ربنا يسوع المسيح كده كلم التلاميذ وهو كان وسطهم وقال لهم الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ويقول له كده طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك في لوقا 22. ومرة تانية
يقول له كده: تنكرني 3 مرات في هذه الليلة، أنا بقول لك أهو خلي بالك، تنكرني 3 مرات في هذه الليلة. وصول ما واحد بقى يتقال له كل التحذيرات دي يقول له: لا أنا مش هنكرك، أنا ما شكش فيك، يتنه صح لنفسه. ولكن ده قفل ودانه عن كل كلمة وكل تحذير ربنا قالها له. ومن ضمن الحاجات اللي تكون من مسببات الخطية دايما ان احنا ننسى وصية ربنا. طول ما احنا فاكرين كلام ربنا لينا ما نقعش ابدا في الخطية، ولكن اما ننسى كلام ربنا نقع في الخطية. معلمنا القديس بطرس مع احترامنا الكامل ليه كان في الأنا، سد ودانه عن كلام ربنا وتحذيرات ربنا ليه. معلمنا القديس بطرس نمرة 3 غير الصحبة وغير المكان، غير الصحبة وغير المكان. أنا بقارن بين موقفين. الموقف الأولاني إما كان قاعد في قيصرية فيلبس مع التلاميذ وربنا يسوع المسيح، والموقف الثاني لما كان قاعد مع الجارية والخدام وربنا يسوع المسيح ماشي كده من قدامه وهو بيتابع كده من بعيد. الكتاب المقدس يقول: أما بطرس فتبعه من بعيد، من بعيد لبعيد، مش قريب من ربنا. في الموقف الأولاني قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. في الموقف الثاني أنكر، أنكر وبس. ده تولت الأخطاء واحد ورا واحد ورا التاني، بدأ يكذب ويقول: لست أعرف هذا الرجل. طب لغتك تظهرك، قال: لست أدري ما تقولين، ويقسم: لست أعرف الرجل. طيب وبعد كده يقول أنكر بقسم، وبعد كده يقول لعن وحلف. لعن وإيه وحلف؟ لأنه غير المكان. المكان مع بطء، مكان مع يوحنا ويعقوب وربنا يسوع المسيح، وظهر لهم موسى كده وإيليا. ايه اللي حصل؟ قال: جيد يا رب ان نكون ايه، ان نكون هاهن. جيد يا رب ان نكون هاهن. خلي بالك يا حبيبي، اوعى تبعد عن ربنا، خليك قريب قريب من ربنا. كلمنا 3 حاجات ساهمت في ان معلمنا القديس بطرس يقع في خطية الانكار. قلنا الانا، قلنا نمرة 2 كانت ان هو سد ودانه عن وصايا، نمرة 3 غير المكان وغير الصحبة. لكن مع كل ده معلمنا القديس بطرس الرسول ادانا درس في الرجاء، ودرس في الايه، ودرس في التوبة. عشان كده دايما نقول خلي عندك رجاء معلمنا القديس بطرس. طب ايه اللي حصل في الليلة ديت؟ يقول الكتاب كده: نظر له يسوع. دي نمرة 1. نمرة 2 خرج خارجا. نمرة 3 بكى بكاء مرا. وال3 خطوات دول مهمين في توبة كل واحد مننا. نظر له يسوع، دي النقطة الأولانية. نظر له إيه يسوع؟ كل واحد فينا بيحتاج نظرة من ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. يمكن النظرة بتاعت ربنا يسوع المسيح لبطرس السريعة ديت كان فيها عتاب، بيقول له: أنا مش قلت لك يا بطرس؟ يمكن النظرة دي كانت فيها تشجيع وإعطاء رجاء ليه، بيقول له: يا ما تخافش يا بطرس، ده أنا ياما قابلت خطاه. أنت ناسي المرأة التي أمسكت في ذات الفعل؟ أنت ناسي إن أنا قلت من يقبل إلي لا أخرجه خارجا؟ نظرة من ربنا يسوع المسيح فيها تشجيع لمعلمنا القديس بطرس، فادته رجاء. نمرة 2 يا أحبائي، ساب المكان. يقول الكتاب المقدس: خرج خارجا. الناس دي هي اللي كانت حواليا وقعدت توقعني، توقعني لحد ما وقعت في الخطية وأنكرت وسبيت. لأ لأ لأ، أنا هسيب المكان ده. اللي عاوز يتوب يا أحبائي ما يعرفش يتوب طول ما هو قاعد في مكان الخطية. اسألوا كده القديسة بائسة، حبت تتوب، سابت المكان وخرجت في ايد يوحنا القصير. اسألوا كده القديس موسى الأسود والأنبا إسيزيروس،
حب موسى الأسود بعد ما اعترف إن هو يرجع للمكان اللي كان عايش فيه. معلمنا القديس كده الأنبا إيسيزيروس قال قصة كده، قال له إيه؟ لا تترك هذه البرية، يوم تخرج منها تعود للجميع إيه؟ جميع خطاياك. النقطة الأولانية في التوبة نظرة من يسوع، النقطة التانية خرج خارجا، النقطة الثالثة يا أحبائي يقول الكتاب بكى بكاء مرا. الدموع يا أحبائي هي معمودية جديدة. أحد القديسين كده قال كده إن النيران أخطيت المياه لطفئ النيران، عشان أطفي نار أجيب مية، طب وعشان أتوب أحط دموع. الدموع هي اللي تديني إيه؟ التوبة. واستخدمها قبل كده يا أحبائي قدام المرأة الخاطئة اللي دخلت بيت سمعان الفريسي كده وبللت قدمي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح بدموعها. عشان كده في صلاة نص الليل نصلي كده ونقول أعطني يا رب يا نبيع دموع كما أعطيت للمرأة الخاطئة. يبقى يا أحبائي شفنا النهاردة أنكر لأنه قال أنا، وكان عنده ثقة في نفسه، أنكر لأنه سد ودانه، أنكر لأنه غير الصحبة، قعد في وسط ناس ما يمجدوش اسم ربنا، تاب بنظرة من يسوع، تاب لما خرج خارجا وساب المكان وساب الصحبة الوحشة، تاب لما بكى بكاء إيه؟ بكاء مرة. أختم كلامي يا أحبائي بلوحة مثبتة كده عند الدرجات المجاورة لكنيسة بكاء بطرس في مدينة القدس كده. قال يسوع الذي تألم بسبب خطية بطرس يحدق فينا الآن، بيبصلنا الآن، يريد أن نزرف دموع التوبة. كلما بكينا بحرارة لأننا أحزننا قلب يسوع، كلما كان حبنا له أكثر حرارة. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين.